يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة وإمام المرسلين وسيد المتقين. وقائد القوم المحجلين يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الإخوة الأفاضل، الحضور الكريم، الجاه الكريمة، إيمانا منا بهذا التشريع الرباني والهدي النبوي المصطفوي وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء المرحوم الحاج أبو أحمد عليه رحمة الله والعم أبو أحمد وأبو وحيد جدي العروس وأخونا الكريم أبو محمد والد العروس وإخوان وأقرباء وأنصباءه وكل من حضر وشرف معنا إلى هذا الديوان العامر بأهله، لا يسعنا أيها الإخوة الأفاضل في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة إلا أن نعلن ونشهد ونبارك عقد قران الشاب الأديب والأخ الحبيب محمود وليد محمد ترابي على الآنسة المهذبة رفيعة التهذيب والنسب دانا عطا سليم أحمد غانم على سنة الله ورسوله، سائلا المولى عز وجل أن يرزق العروسين حياة ملؤها السعادة والهناء وأن يرزقهما الذرية الصالحة. فبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. شكرا الشيخ سعد على هالكلام الطيب العطر ويجعله إن شاء الله في ميزان حسناته. أهلا وسهلا بالحضور الكريم، أهلا بضيوفنا الكرام من القرى المجاورة، أهلا وسهلا بأهل بلدي الطيبون في هذا الديوان العامر. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فساد كبير. نيابة عن أبو محمد عطا ونيابة عن أولادي وأنسبائنا وأقربائنا، إني معطي بنت ابني عطا دانيا، البنت المهذبة دانيا عطا سليم غانم، إلى الشاب المهذب محمود وليد صاحب الابتسامة الحلوة والضحكة الجميلة. عازف كرم المولى عز وجل أن يرزقهما الذرية الطيبة إن شاء الله. ولا وعلى ألي الفاتحة. فاتحة يا شباب.